اولا دكتور عيد مبارك سعيد وكل عام وانت بالف خير دكتور. الله يبارك فيك وانتم كذلك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك دكتور. الله يخليك. نبغيو نعرفوا العيد الاضحى ديال زمان مع ديال دابا, يعني الفرق. تفضل. ايوا شي, الا كتكلم على عيد الاضحى, عيد الاضحى هو واحد الله تبارك وتعالى من اللي شرع عيد الاضحى من زمن الخليل ابراهيم عليه السلام الى يومنا هذا. هو نفسه هي شعيره من الشعائر الدينيه, ونسك يتقرب به الانسان الى الله تبارك وتعالى. ورب العالمين في التنزيل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هي كلها كترجع للتقوى. فالخليل ابراهيم لما فداه الله بذبح عظيم وكانت تلك السنه مؤكده جرت على الذين من بعده. ولذلك الخليل ابراهيم الدعوه ديالو راه ارنا مناسكنا وتوب علينا, وبقيت الى امه محمد صلى الله عليه وسلم. لان خليل ابراهيم عنده اسحاق واسماعيل, فاسماعيل اللي خرجت منه العرب المستعربه, منها قريش كنانة وقريش. وكان دعاء ابراهيم واضح في التنزيل, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. فكان كل شيء اللي المناسك اللي أسسها الله تعالى على يد الخليل إبراهيم من الحج ومن كذا, فمنها الأضحية. هي أنواع النسك, بزاف الأنواع النسك. ملي كنقولوا النسك هو ما يقدم. النسك فيها في الحج كاين الهدي وكاين الكفاره وكاين الصدقه وكاين الاضحيه. اذا هذه كلها من انواع النسك, اما النحر واما الذبح. اما ان يكون النسك جمل فالابل تنحر, واما الغنم التي هي تذبح. لكن أفضل النسك هي الغنم, لأن الخليل إبراهيم الله تبارك وتعالى أعطاه كبش, قال وفديناه بذبح عظيم, ولم يقل بذبح كبير. لو قال ذبح كبير غيكون جمل ولا فيل, قال ذبح عظيم. والعظيم أشد وأعظم من الكبير. إلا قلت لك جاء رجل كبير وغليظ وطويل, قلت جاءنا رجل عظيم, يعني المرء بأصغريه بلسانه وقلبه. عظيم يعني له مكانة علمية, مكانة هذه العظمة. ولذلك الخروف العظمة تكمن في ذكاته, الذبح بالطمأنينة. وقال وفديناه بذبح عظيم, بمعنى أن شي واحد لا ذبح جمل, واحد ذبح خروف. صاحب الخروف أعظم شأنا وصاحب الجمال اكثر لحما. وديولنا حنا كيقول لكم شادي النحل احسن مشوري ديال الدبان. العظمه تكمن في ذكاته الخروف. ولكن علاش لا قال عظيم؟ كان المفروض يقول كبير. اذا العظمه حاجه, العظمه في المعنويات. اما الكبر كتقول حاجه كبيره يعني في الحسيات. والعبره في النسك بالكيف وليست في الكم. لا تكمن في الكم شحال, وانما في الكيف, كيفاش توصل الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى ديال الاضحيه. وهذا النسك هو العظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الشعيره بحال خرجنا منها شويه حنا, التضارب اللي كاين اليوم وهذا غلاء الاسعار اللي كنشوفوه الذي يرهق العامه, وخاصة يرهق الطبقة الهشة. وصعيب لأن ما كاينش عليه شي حاجة, شي رقابة ولا شي حاجة. لأن كتلقى العام الأول كان بثمن واليوم. وكنا خصنا نعرفوا حاجة, هو الناس دابا ولات عندهم أكثر من الفريضة,
ما بقاش عندهم غير واجب في التجاوز. عيب باش نقولوا اليوم راه سنة مؤكدة ما بقى يسمع لك حد، ولا في دماغ الناس دابا العامة أنه هذا أوجب الواجبات. الإنسان بدرجة أنه يبيع حوايجه، يبيع ما يملك باش يدخل الأضحية، ثم أصبح التنافس على هذه كبر من هذه، ما بقاش كيشوف فيها كأضحية يقربها الله تعالى، ولا كيشوف فيها كأش غيقولوا الناس إلا ما ضحاش، ولا على قبل الدراري، ولا كل ما الدراري ما يشريش ولا إذن. ولا واحد المشكل عويص اللي كيتعرضوا الناس اللي يقدر كاين اللي ما بغاش يضحي كاع، ولكن ما مسكين من الحشمه، ولا كيضطر هو، ولا كاين اللي كيهاجر. دابا واحد العدد الناس ولاو كيهاجروا، يقول راه مشى غادي يضحي في جهه اخرى، وراه ما عندوش كيقدر يتوضر يمشي للبادي، يمشي لشي جهه غير باش كاين اللي كياخذ مات ولادو يركب في الكار الصباح ديال العيد ويمشي فين ما جا فين ما خرجت، باش ما لان ما عندوش منين. هذا هو ديك الثقافة ديال أن الناس يوصلوا لواحد المستوى الثقافي على أن إلا ما عندوش ماشي ضروري ما كايناش، لأن ولات الأمور عادة أكثر ما هي عبادة، وهذا المشكل العويص اللي الناس واقعين فيه. ثم الأضحية طيب مزيانة إذا كان الثمن المناسب اللي قدر عليه كل شيء، راه هي منسك مناسك. إلى كان واحد الثمن اللي هو غادي يقدر عليه كل شيء، ولكن اليوم الناس كي يورطوا انفسهم بنفسهم، لان باش ما كان الاضحيه كيشريها وكيقول الغلا هو كيمشي يشري، كيقول الغلا وكيبكي، ولكن كتلقاه كيتقاتل باش يشري اكبر مخروف عنده. الانسان اللي كان يقضي باللي كاين مزيان هو نسك، وهذه الأضحية من شاعر ومن يعظم شاعر الله فإنما تقوى القلوب اللي عنده، علاش ما يضحيش أضحية مزيانة كيتقرب بها الله تبارك وتعالى، ويشوف بأنه لا ينظر إليه أنها الكبير، ينظر إلى أن كيف يتقرب إلى الله، ماشي غير نتقربوا لا كيفاش. إذا هذاك الصالح اللي كيعمله الإنسان في الأضحية لابد أن يكون ضمن وأن أعمل صالحا ترضاه، كما قال داود عليه السلام، يعني نعمل صالح ترضاه انت، هذا هو غير قال سليمان عليه السلام وانا اعمل صالحا ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قال وانا اعمل صالحا ترضاه. اذا دابا المشكل كثير ديال الناس كيعملوا الصالح ما كيرضاهش الله، كيرضاه هو، ها هو كيشري الاضحيه امر خفي الخير، ولكن ما كيشريش الاضحيه وفق رضا الله تعالى اش بغى سيدي ربي منه. كل كي يشوف بهذا الشوفة يقدر ما يضحيش إلى ما عندوش، لأن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا شاف هذا هي الشوفة اللي خصها تشاف، أما هو اللي كيشوف الشوفة ديال أش غيقولوا الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فأصبحت الأضحية اليوم فهذاك التقاتل والتزاحم اللي هي سنة مؤكدة أصبحت عند الناس في نظرهم من أوجب الواجبات، باقي ما وصلش ديك الثقافة ديال أن لا ما عنديش واحد الحاجة ما نديرهاش ماشي ضروري، هذه باقي ما وصلناهاش. حيت علاش ملي كيولي واحد الغلاء الفاحش يقدر الإنسان يرجع اللور، ماشي ضروري الإنسان كيجيب هي أشنو الأضحية كيشتريها فوت 6000 7000 درهم غير كيدوز عليها الموس مشات بحال ما كاين والو، كتولي الجلد وهذاك الشيء يمشي وها هو شوا، والإنسان ديما هو كاللحم. حنا ما كنقولوش الناس ما يضحيش، بالعكس الأضحية فيها خير فيها كذا، لكن هاد الغلاء الفاحش خلى الناس يعني أرهق الطبقة الهشة من الناس، ولا خصو تا هو داخل خصو بالزمن يتصاق ويتسلف وهذا ويمشي ويشري. نعم واخا دكتور شروط الاضحيه واش حنا وصلنا شروط الاضحيه؟ حنا راه وصلنا باقا نشريها. دابا انت سولتي سؤال ما عندناش فهمتي، بحال داك اللي قال لي هذا راه ثور، قال لي نحلبوه، قال لي راه ثور هذا ماشي بقره، قال لي لا ونحلبوه واخا ثور، ولكن نقول لك واحد ما عندوش فاش يشري انت تقول لي شروط الاضحيه، منين غادي يجيب؟ هو راه مقطع ما عندوش. ملي غتقول لي شروط الاضحيه قال لي الشروط انت بعدا باش غادي هذيك الاضحيه اللي كندويو عليها حنا، كاين شروط الاضحيه اللي اكثر من الاضحيه، عرفتي شنو هي؟ هي الاقامه ديالها واحد 2000 درهم بعدا ديال الاقامه باش يجي داك الشيء اللي غادي باش يطيب.
كاين لي 1000 درهم كاين لي 2000 درهم. هذه الشروط ديال على صحاب الناس دابا كيسولوا عشرات الاضحيه خصها ما تكونش عوره ما تكونش عرجه. لا داكشي كاع ما تسول عليه، سول على الشروط اللي ديال العاده ماشي ديال العباده. حنا قلت لك الناس اللي ولاو كيقلبوا في العيد من باب العاده ماشي العباده. حتى واحد ما كيسول على شروط الاضحيه اللي معروفه في العباده انها لا تكون عرجه ولا عوره ولا كذا، هذه ما تسولش عليها، هي راه في العباده. احنا كنسولوا على الناس اللي يمكن انهم نظروا الى الاضحيه انها عاده وليست عباده. فملي كتقول لي شروط الاضحيه نقول لك هي الاقامه اللي كيخمم فيها، اما الشيء الاخر كتسول عليه حتى ما يسول عليه هو. ملي كيولي مخصوها باش يدوزها باللي كاين يشريها دارجه وما سوقوش. مي الاضحيه خاصها تكون يعني ماشي عرجه ماشي عوره ماشي ناقصه. الا كان القرن عندها خصو يكون القرون كاملين، يعني تكون كامله متكامله ما نقص منها والو. هذه مشروط لان كنقربوها الله تبارك وتعالى، وكتدخل في باب ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لكن نحن ملي كنتكلموا مع الناس كتقول له شروط الاضحيه هو ما كاينش في هذه البلاد، وكيقلب على الشروط الاخرى كيف كان باش ما عنديش باش نشتري كوا كتسولني على كذا. اذا الانسان ولا مضطر اليوم لبزاف د الحوايج ولا بغى غير المهم باش يقول الناس راه شرا. واخا دكتور في هذا الغلاء اللي كنشوفه دابا هل يجوز يعني اشتراك في الاضحيه؟ علاش ما يجوز؟ ولكن الطريقه كيفاش؟ لا دابا الاشتراك في الاضحيه ما فيه حتى شي حاجه. لا كانوا مثلا جوج عائلات كاينين وما عندهمش وجمعوا وتشاركوا بها وكالوا هذاك ما فيها حتى شي باس، ما فيها حتى شي باس، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما غتقولش الانسان ما يضحي. شوف دابا الا قلنا شي حاجه اللي ما يدخلش العقل في زمان في زماننا وفي الحاله اللي حنا فيها راه بلا ما نقولوها. الا قلنا للناس لا الا ما عندكش عندك شي حاجه بلا ما تضحي، الانسان المغربي اليوم معروف بالكرم ديالو وكيبغي حتى هو يكرم ويبغي يتكرم ويكرم. فما عمرو يسمع لك تقول لي بلا ما تضحي، الا عندك شيء الا عنده شي حاجه غيمشي يتسلف ويتكلف، لا بدا هو مضحي. لكن الا كانوا الناس كاين هذا الشيء في المدن، كاين بعض الناس في القرى مسكين اللي ما عندوش فين، واخا تقول ليه ما عندوش كاع مقطع ما عنده ما يدير. فهذا الا شيء وكاين حيت علاش؟ دابا فقدنا واحد المساله هي ديال الصدق. علاش الدين ديالنا قال لك خصك تصدق بالثلث؟ علاش؟ لان تصدق بالثلث حيت كاين اللي ما معيتش ما مضحيش، ياك تاكل الثلث وتتصدق بالثلث غتعطيه لمن؟ راه كلشي مضحي ياك. ولكن كاين مشكل كبير، كاين اللي كيعطي الثلث كيعطي لشي ناس كيبيعوه. هذوك اللي كيقلبوا باش يجمعوا اللحم هذوك كيديو لبعض الشوارع في شي بلايص مع الاسف، وكيديروا صفوفه في بعض الشوارع في الدار البيضاء وكيبيعوا نهار ثاني عيد كتلقى اللحم ديال البارح مصفوف كيبيعوها بجوج دريالات وكيجيو الناس كيجمعوه. ودوك كيجمعوه تما كيديو وخزنوه كيحطوه في الكونجيلاتور تيديرو كفته يدوزو اللي فيه الريحه اللي معفن اللي كذا ما تعرفش شنو. وفي ضمن هذوك اللي كينشروا كاين شي وحدين كيدوزو اللحم اللي كان تا هو مدرق في شي قند تا هو كيحطوه تما وكيدوزوه به في هذاك النهار. وكتمنعهم السلطات لكن كيهربوا من رايح هنا حطوا من رايح هنا، هذه ثاني كارثه كبيره. تاريخ كيكون اللحم فيه امتى كنفيقوا من القلبه حتى يقولوا راه شي وحدين كانوا تسمم راهم ميتين هنا 40 هنا 20 تا توقع عاد الناس يبداو ينتبهوا. يعني السلطات كتبعهم وكتقل ما كتخليهمش، ولكن نطلب الله هذا العام نطلب الله تبارك وتعالى ما تكونش، لان كتكون في بعض الشوارع مع الاسف كيحطوا فيها هذوك كيديروا صفوفه كيجيو هذوك الناس اللي كتعطيه انت اللحم باش ويجي ينشروا يبيعوا احنا بلا ما نعطيهم. اذا هذوك الناس نقلبوا على جارك الا ما عندوش نقلبوا. اذا ولا واحد العدد اللحم كيتلاح في الزنقه كيتنشر في الشمس يومين ثلاث ايام وما كينشروا يبيعوه والناس كتهز وكيجيو الناس يشريوه مع الاسف. اذا هنا الا بغينا نعظموا حرمات الله تبارك وتعالى ونعظموا شعائر الله فخص الاضحيه نتصدقوا بها نعطيو البعضيات للانسان اللي ما عندوش نقلبوا على الانسان اللي غادي يستافد من ذاك اللحم ماشي اللي كيدور يقلب. انا كنقول من هذا المنبر اللي كيدور يقلب على اللحم باش يجمعوا راه اللي عطاه شي حاجه راه كيعطيه الاثم راه كيتحمل اثم كبير. ما تعطيش لهذوك اللي كيدوروا في الزناقي اذا كيجمعوه ويلوحوا يمشيو يبيعوه ولا يلوحوه في ينشروه في الزناقي يبيعوه لعباد الله كيعاود فيه البيع. خصك تعرف لما تعطي هذه خصها تعرف لما تعطي ولا شفتي ما كاينش وغادي توحل ما تعطيهاش كلها انت نيت ما تعطيه لحد.
الا شفتي راسك غادي يوقع كوك ما ولاه هزا عطيها لجارك قربت صد جارك وما عندوش ولا شفتي شويه عنده الدراري كثار شي ارماله قلب على الناس اللي عرفتي غيستافدوا منه ومن غير هذا راه الا عطيتيه لشي جهه اللي عرفتي غادا تلاح ولا اللي كيدوروا في الزناق يجمعوا اللحم هذوك حريفيه هذوك ماشي محتاجين كنقولوا دائما الاخوه المغاربه راه اللي كيدوروا على عباد الله باش يجمعوا هذاك اللحوم هذوك راه ما محتاجينش راه كيبيعوا من تصدق على مثل هؤلاء راه بحال لا حافز بل حاشاك ما دكتور هل يجوز الواحد ينحر وهو لا يصلي يذبح يذبح ماشي ينحر النحر للابل والخيل اسمه النحر الابل تنحر ولا تذبح النحر هو كيدير داك السفور كيضرب في العنق ديالو والذبح هو كيمشي في السكين ف لا هل يجوز الذبح الشخص لا يصلي شوف احنا ملي كيذبح الانسان كيقول بسم الله الله اكبر ياك اللي قال بسم الله الله اكبر وذبح راه الذبح ديالو دايز ما غاديش نقولوا ليه حيت حنا دابا نقلبوا على دابا كنقولوا هذا اللي كيذبح ولا شي يصلي اش كيذبح هو سنه واللي ما كيصليش علاش يذبح ولاش غيذبح كاع هو هي هي كسنه مؤكده اش خصو يدير في الاول واش خص الواجب ولا السنه صح الواجب وراه باينه الشغل علاش دابا دابا شحال من واحد كيفهم راسه وحده كيحشم كيخلي واحد اخر يذبح على انا يقول انا ما كنصليش كاين ولا لا ها هو هنا حشم وفاق بين راسه راه عنده واحد الخطا فادح اذا الصلاه صله بين العبد وربه بين العبد وربه الى قطعها راه قطع كل شيء يعني ما بقى ولكن حنا ما نقطعوش ما نحيدوش ليه كاع كل شيء نقول ليه لا ما تذبحش ما ديرش ما كذا ولا ما لا الى ذبح الذبيحه عادي هو كيقول بسم الله الله اكبر راه الى ذبح النصراني وقال الله اكبر كنت شاركوا معاه فيها اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم النصراني الى ذبح قال بسم الله الله اكبر ناكلوا الذبيحه ديالو ولا لا بسم الله ياكل الله مزيان واليهودي الا قال بسم الله الله اكبر وذبح ناكلوا ذبيحته ولا لا ناكلوها علاش ما ناكلوش ديال هذاك اللي قال محمد رسول الله اللي احسن منه واخا ما يصليش المهم قال محمد رسول الله زايد عليه اذا هو مسلم غير عاصي علاش ما ناكلوش ذبيحته لا دابا حنا نقدروا ناكلوا ديال اليهودي وديال النصراني ملي يجي هذا المسلم اللي عصى ما صلاش نقول له لا انت ما كتصليش ما ناكلوش ذبيحتك لا لا كتكل لا اذا الذبيحه قال بسم الله الله اكبر تذبح هذا تؤكل ما فيها حتى شيء جزاك الله خيرا الله يبارك فيك شنو تقول المغاربه والمسلمين بمناسبه عيد الاضحى؟ يو كنحيوا جميع المغاربه والمغاربه الحمد لله فيهم الكرم وهادشي تكلمنا عليه المغاربه الخارج والداخل فيهم الحمد لله معروفين بالكرم ديالهم والمغاربه هم الشعب الوحيد الذي يكرم عيد الاضحى وهو الذي يعظم هذه الشعيره هذا الشيء كل شيء كنتكلموا لي من باب تكريمي وتعظيم هذه الشعيره عند المغاربه هما اللي كيعرفوا في العالم العربي اكثر ناس يعظمون هذه الشعيره هم المغاربه خاصه المغرب علاش لان كيعرفوا القيمه ديالها بزاف اذا كنقولوا المغرب كنقولوا تونس والجزائر والمغرب هذا المغرب كيعظموا هذه الشعيره تعظيم كبير جدا فكنحييهم جميعا من هذا المنبر وكنحيي اخواننا في الخارج الذين يتابعوننا عبر القنوات ونشكروا الجميع ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس